احنا جينا حكومة حتى نخدم الناس، نخدم شعبنا، وطلبت من كل سائر الوزراء ان يكونوا قريبين من الناس. خلال الشهر سوف نعلن عن خطة لتوزيع الاراضي لكل فئات المجتمع العراقي. هناك عمل دؤوب منذ اكثر من سنة منذ تأسيس الحكومة، من اللحظة الأولى وزارة الإسكان، أمانة بغداد وفريق العمل على مدار الساعة للوصول إلى آليات لتوزيع الأراضي على المستحقين، وقمنا بعملية الفرز الآن وكذلك تصحيح وضع هذه الأراضي، وستكون توزيع هذه الأراضي بطريقة عادلة. سيكون هناك موقع إلكتروني وهناك تفاضل راح يكون على نسب أو نقاط اللي كل مواطن يحصلها على ضوءه، يكون لك استهداف لأكبر شريحة من المجتمع العراقي الحصول على الأراضي وتوزيع الأراضي بطريقة عادلة على الجميع وبدون تمايز بين أي عراقي. خلال الشهر راح يكون الموقع جاهز والمواطنين يقدمون على استحقاقهم بالحصول على قطعة أرض وكذلك توفير الأموال والقروض الميسرة لهذه الفئة الفقيرة، فئة الموظفين، الأجهزة الأمنية، الصحفيين وكل فئات المجتمع العراقي. الأولوية في توزيع الأراضي ستحدد من قبل كما ذكرت والاستحقاق وحسب النقاط ودون تفضيل طرف على طرف. كذلك نعمل الآن مع المصارف العراقية على توفير القروض الميسرة البسيطة وبفوائد بسيطة ورمزية، وكذلك عمليات البناء راح تكون وفق خطة مبرمجة ومخططات عمرانية تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين. أكد أن أمن المجتمع العراقي يعتمد على أمن العالة العراقية. أتمنى من كل السادة الوزراء العمل على تذليل أي تحديات تواجه وزارة الإسكان أو اللجنة بتوزيع هذه الأراضي.